هذه سائلة للبرنامج لها مجموعة من الأسئلة نأخذ البعض منها. تسأل فضيلة الشيخ وتقول: بعض الناس يعتقد بأنه عندما يضع المصحف أو أي شيء في جيبه من الذكر أو في دكانه أو في بيته يعتقدون بأن ذلك يحميه ويحرسه إلى آخره، كيف نوجه مثل هؤلاء مأجورين؟ هذا من الغلط والجهل، فلا يجوز اتخاذ المصاحف للحروز والحجب، هذا لا يجوز، ولا يعتمد على الحروز وعلى الحجب ولو كانت من القرآن، ولا يجوز تعليقها على الجدران لأجل الحرز أو على السيارة أو على الرقبة، كل هذا لا يجوز، هذا من اتخاذ التمايم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وفي رواية أو في حديث آخر: من تعلق تميمة فقد أشرك. لا يجوز العمل هذا، القرآن أنزله الله للتلاوة والتدبر والعمل به، ولم ينزله للتعليق وجعله حروز أو حجب كما يفعله الجهال. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.